يا بغداد، ما فعلت بك الأيام؟ سؤال لا يزال يتردد على ألسنة العراقيين، فالدار والمدينة التي كانوا يتفاخرون بها لم تعد جميلة في الحقيقة كما هي في أذهانهم. ساحة كهرمان في منطقة الكرادة التي تعتبر مقصدا ومعلما يتباهى به العراقيون تحولت إلى محل انتقادات بعد فشل أمانة بغداد في ترميم التمثال الذي تضرر بفعل حادث مروري. أما مع الأسف أمانة بغداد أو المجلس المحلي في منطقة الكرادة ما يهتمون لقضية المباني التاريخية والذاكرة الحاضرة في جميع بال العراقيين اللي من ضمنها نصب كهرمانة وبعض النصب التذكارية والمنازل الأثرية. وإذا ساحة كهرمانة هذا المعلم الراقي البغدادي يؤطر بأنابيب بلاستيك، ما أعتقد لأي مسؤول ولا لأي موجود متنفذ داخل السلطة العراقية تقبل هيك وضع داخل بيته وداخل أي معلم يخصه، فما بالك بمعلم يمثل بلد ويمثل العراقيين ويمثل شريحة بغدادية كبيرة، بل يمثل بغداد بأكملها، يؤطر بإطار بوري، يعني ما أعتقد لائقة. ويعد نصب كهرمان الذهبي أحد الأعمال المهمة للنحات محمد علي حكمت الذي أبدع بتجسيدها كإحدى بطلات ألف ليلة وليلة، حيث شكل التمثال لوحة متكاملة من حيث الصورة والصوت عند الوقوف بالقرب منه وسماع خرير المياه. لكن لون كهرمانة الذهبي اختفى وصبغ مؤخرا باللون الأخضر، الأمر الذي ذهب بجمال التمثال لتزيد لاحقا عملية الترميم الحالية الأمر سوءا. قيمة التحفة الفنية تكمن في قدمها وبقائها بهذا الشكل مع محافظة على وضعها البنائي والإنشائي لكي لا تتأثر. أما أن تبقى لعبة بناس غير مختصين، أنا أعتقد هذا عبث في هذه التحفة. هذا الفشل الحاصل بترميم تمثال كهرمانة ينسحب برأي الشارع العراقي على كل مناحي حياتهم، حيث تحولت بغداد بفعل فاعل إلى أسوأ مكان للعيش بعدما كانت مركز إشعاع حضاري لقرون خلت.